السلام عليكم أعزائي المشاهدين، الله صلى على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، إذا واحد عنده روتري أو بطل ومكسور من جهة الفلتر، يعني هذا من يلحمونه يضرب اللحم، يعني يخلع ما يبقى. فبعضهم يقول إحنا اللحمه ببراس وبعدين نخلي فوقها سلفر، فكله تقريبا يعني مو ناجح 100%. بس أنا عندي طريقة، يعني فيديو عملي راح انزله على اليوتيوب ان شاء الله، وفيديو هذا نظري راح بس اوصف لكم شلون تسووه، يعني تحلون قضيته شلون تلحمه وبعد ما يطق، يعني ما ينشلع ان شاء الله ما يخلعه، اللي هي هذا. هسه عندنا هذا البطل الروتري، ونعتبر هذا الفلتر مالته هذا اللي بجانبه، هذا ضارب مثلا من هنا او من هنا من هذه. فهذا شلون نعالجه؟ يعني هذا دائما يتحرك وحرارة عالية فيخلع اللحم. فالحل الأمثل إليه هو هاي المنطقة، شوف بس هاي المنطقة، هاي من هنا، هاي المنطقة اللي هي 2 سنتيم، هذه تكون منطقة اللحم، هاي تجي نحاس، هاي المنطقة الوحيدة نحاس، أما هاي حديد وهاي حديد. فهذه تجيب كوسرة وحجر من هذا الورق احنا نسميه ضعيف، وتقصه من نص هاي المنطقة، وتجيب لك فلتر غير هذا الفلتر المكسور مال اي بطل عاطل، يعني موجودات متوفرة عند، اذا ماكو عند المحلات التصليح عند ابو العتيق تحصل يعني رخيص، وتجيب نفس النوعية، وبعدين تقصه نفس الشي من منطقة النحاس وتلحم نحاس على نحاس، وبعد يعني بسلفر فقط يلحم بسهولة، وبعد كل شيء ما عليه وترجع هذا الرباط مالته وكل شيء ما عليه ان شاء الله. وراح انزل الفيديو العملي مالته ان شاء الله على قناة ايجابيات يوتيوب، على اليوتيوب، وتشاهدون الفيديو موضح بالتفاصيل. وافلح من صلى على محمد وعلى محمد، ولايك ومتابعة، شكرا لكم.